الإشعاعات ينابيع المياه أغلقت بسبب الإشعاعات. مناطق الجبلية في الجنوب إشعاعات كبيرة. أسلحة اليورانيوم المنضب والفوسفور الأبيض اللي من العراق كان في مناطق الجنوب والموقر كان في أعداد كبيرة. إحنا بيننا وبين عدو بحر من الدماء. في الموازنة جيت مخصصات 5.5 مليون 5.5 مليون دعم للهيئة الملكية للأفلام. هناك مكبات نفايات ذرية ونووية داخل الأردن تأتينا من الاحتلال. بس تراقب الجهات الأمنية على اللي بيطلع مشان لقمة الخبز جيعان تعتقلوه وتحولوه على محكمة أمن الدولة. القضاء بيخلي سبيلهم بيعيد الحاكم الإداري بيوقفهم توقيف إداري. لو طبعوا كل الأنظمة العربية الشعوب والله ما هي طبعها.